الخير، صباح الفل، صباح القشطه، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صدى البلد. خلونا نبتدي حلقتنا باعلان وزاره الصحه والسكان انها قدمت 137 مليون و505 الاف و444 خدمه طبيه، وده خلال حمله 100 يوم صحه. منذ اطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخه الثانيه كان مساء يوم 31 يوليو 2024، ولغايه مساء السبت 26 اكتوبر، وده طبعا في اطار مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدايه جديده لبناء الإنسان. عايز أقول لحضراتكم إن حملة 100 يوم صحة قدمت 395,326 خدمة، وده من خلال قطاع الرعاية العلاجية، ده إلى جانب تقديم 101,987 خدمة بتتبع المبادرات الرئاسية للصحة العامة. أيضا قطاع الطب الوقائي قدم 85,290 خدمة، ده بالإضافة لتقديم 88,780 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة. ده كان كشف حساب أو عرض سريع لمئة يوم صحة قدمت إيه خلال الفترة اللي هي من يوليو لأكتوبر، وكل أمنياتنا للشعب المصري بالصحة، وإن شاء الله يقدروا ياخدوا الرعاية الطبية اللي بيحتاجوها بسهولة. صباح الفل. شهر اكتوبر طبعا من الشهور اللي بتكتر فيها التوعية بالعديد من الامراض، زي التوعية بمرض سرطان الثدي، كمان في اليوم العالمي لمرض انحلال الجلد الفقاعي اللي كان من كام يوم. كاميرا صباح البلد راحت احتفال الاطفال والعائلات للتوعية بهذا المرض وجهزوا لنا تقرير، تعالوا نشوفه ونرجع نكمل. لا تزال هناء السادات مستمرة في تعريف وتوعية الآخرين بمرض انحلال الجلد الفقاعي الذي رحلت بسببه ابنتها ياسمين، إذ قررت من بعدها إنشاء مؤسسة لمساعدة المصابين به، أطلقت عليها اسم مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي دبرا مصر، تهدف إلى مساعدة الأطفال المصابين بالمرض وأولياء أمورهم عبر توفير المستلزمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية المطلوبة. مرض انحلال الجلد الفقاعي ده هو مرض بيبقى بيتولد بيه الطفل، وهو نقص مادة الكولاجين اللي بتلزق طبقات الجلد في بعض، فده بيتسبب في إن الجلد بيبقى هش، وفي نفس الوقت اي احتكاك من الام او احتكاك من البيبي وهو بيغير او الى اخره، فبيبقى الطفل مش يعني بيضطر انه يتعور ويضطر ان هو عنده جروح، وبعد شويه ممكن يوصل ان هو يبقى عنده التصاقات في الايدين في الرجلين، مش عارف حد يشيله، فبيبقى في مشكله. لازم الام تعرف ازاي ان هي تتعامل مع الطفل. هو المرض ده اساسا بيصنف ان هو مرض وراثي، تمام، بس هو ما بيبانش غير بعد الولاده مباشره، لان هو لا بيبان في اثناء الحمل ولا حتى في التحاليل ولا في اي حاجه، بيظهر كله بعد الولاده على طول. احنا اتفاجئنا بجوليا بعد الولاده بقع حمراء كده في جسمها، كشفنا عند دكتور اطفال ساعتها، قال لنا لا ده مرض جلدي ولازم تكشفه عند دكتور جلديه، فشفنا دكتور باثولوجي كبير يعني موجود هنا في مصر، رحنا كشفنا عنده، قال لنا لا ده مرض وراثي اسمه انحلال الجلد الفقاعي وهو مرض نادر جدا. في بدايه ولادته كده ما كانش بينيم خالص، كان مرض زايد جدا، لحد ما يعني صلينا ودعينا ربنا ان حد قربنا لاي حد يخفف عننا، لحد ما احنا بحثنا على النت وشفنا مدام هنا مؤسسه طبعا، ومن ساعة بقى ما جينا المؤسسة مع مدام أنا ومدام زيزي بصراحة يعني هم مريحيننا جدا جدا جدا. العديد من الأمهات المصريات حرصن على التواجد في مثل هذه اللقاءات، خاصة وأن المستلزمات الطبية الخاصة بالمرض باهظة الثمن
ولا تتوفر بسهولة. المرض صعب جدا في 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 الحياة العملية طول النهار، طبعا عايز غيار، عايز هو نفسه بالنسبة له بقت الحياة صعبة، يعني حتى الحركة لا ما بيطلعش من البيت، ما حتى دروسه أكترها بياخدها أونلاين، مدرسة ما فيش، يعني أكتر الأوقات يعني أكتر القعدة في البيت، وحياته يعني إيه صعبة زي أي طفل عادي. ما ارتحتش شوية لما كنت أخذنا الغيارات من مدام هناء ونغير، ما كناش نعرف حاجة عن الغيار أصلا، ولا كنا نعرف إن إحنا لازم نحط مراهم وشاش وكده، فاحنا لما دخلنا المؤسسه عرفتنا ازاي ان احنا نتعامل مع الطفله. ابتدينا نسال على المؤسسه لحد ما وصلنا لها، هي ابتدت بقت وعينا وتعلمنا نلف في جسم الاطفال ازاي هي ومدام زيزي، وحاولت توفر لنا المراهم والشاش الفازلين والشاش العادي. بصراحه هي بتبذل كل جهدها ان هي توفر لهم الراحه والرعايه الكامله، وتوعينا ازاي نتعامل معاهم ونتكلم معاهم ازاي عشان ما نتعبهمش نفسيا، لأن أهم عنصر العنصر النفسي للأطفال دي. يخصص الأسبوع الأخير من أكتوبر كل عام للتوعية بهذا المرض المرتبط بشكل كبير بالجينات، ولا يكاد الكثيرون من المصريين يسمعون عنه في ظل قلة عدد المصابين به. محمد أبو شنب لبرنامج صباح البلد. عندنا 12 فنان من مصر ومن مختلف دول العالم كشفوا عن أحدث أعمالهم الفنية في أهم منطقة أثرية في العالم. فين يا جماعة؟ قدام أهرامات الجيزة، وده كان في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الأبد والآن اللي بيتنظم برعاية وزارات السياحة والثقافة والخارجية وهيئة تنشيط السياحة ومنظمة اليونسكو. تعالوا نتعرف على تفاصيل هذا المهرجان من خلال التقرير التالي. من أقدم الأماكن التاريخية من فوق سفح الأهرامات تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من معرض الأبد هو الآن، حاملا معه رسالة إبداع وإلهام للعالم أجمع. هو النسخة الرابعة للأبد هو الآن، السنة دي عندنا فنانين من دول جديدة زي الهند وكوريا أول مرة، وبصراحة السنة دي الإقبال كبير جدا، عندنا فوق 200 زائر وسائح جايين من فعلا كل أنحاء العالم. الأبد هو الآن أصبح من أهم الأحداث الفنية اللي بتحصل في المنطقة العربية بل في العالم، بقاله 4 سنين بيحقق نجاح تلو الآخر، واحنا سعداء بوجودنا معاهم كمجموعة أبو غالي موتوز كنائي الرسمي للحدث ولضيوف الحدث وللفنانين الموجودين. أنا مشاركة في عمل فني فيديو طوله 10 دقائق يدور أحداثه على العصر الذهبي للأفلام المصرية القديمة، ويستخدم تقنية الذكاء الصناعي، يعني إحساس رائع بصراحة أنك تشوف الأعمال هذه بجانب الأهرامات، حاجة فريدة ونادرة، وأنا سعيدة جدا أكون بينكم. أول شيء أنا كتير فخورة أنه انعزمت باي إيجيبس لأعرض بهالمحل اللي هو تراث للعالم مش بس لمصر. عمل تبعي هو عمل اسمه Desert Waves، يعني موج الصحراء، وأنا كتير مبسوط أنه في من جميع أنحاء العالم، وفي من كوريا، وفي من الصين، ومن من فرنسا، ومن غير محلات، ومن كندا. فهذا أهم شيء، أنه الفن هو اللي بيوحد العالم كله. أنا مشارك بفيديو أنيميشن مدته 2:11 اسمه Identity Oblivious، وهو معمول بصورة كبيرة باستخدام الجنراتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي، وهو الصراحة بيبقى صعب قوي ان الواحد يعمل حاجة عند الهرم، لان تعملي احلى من الهرم يعني، فبس هو فكرة انه هيبقى فيه الاكتيفيتيز دي وان هي تبقى على انترناشونال ليفل، انا شايف ان ده حاجة بوزيتيف جدا يعني. عايز اقول لحضراتكم ان عبيدة جاية النهاردة ابتدت تلبس شتوي شوية، يعني انت ابتديتي كده متقلة ولابسة شتوي وهاف بوت شتوي انا طلعت الحاجات اللي هي بتاعت النص دي، النص دمي الدمي سيزون، بس النهاردة هطلع شتوي. النهاردة هطلع، لا مش قوي لسه، اصبري شوية. على العموم يعني انا بصيت على الوذر فشفت ان النهاردة اخر يوم من درجات الحرارة اللي هي عالية شوية، ومن بكرة هيبتدي الانخفاض.
تعالوا بقى نشوف درجات الحرارة النهاردة هتبقى إيه في محافظات الجمهورية المختلفة وأيضا في بعض الدول والعواصم العربية. وبعد كده عبيدة بتجهز بقى لها شوية، يعني أنا قعدتها عشان نقول الطقس لأن عندها الصحافة الإلكترونية. مشاهدينا جه ميعادنا مع الصحافه الالكترونيه، نستعرض مع حضراتكم قراءه سريعه لاهم ما نشرته الصحف في المواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليله الماضيه. اكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الاخباريه المصريه اليوم بيبل نيلسون، ايلون ماسك، وفلاديمير بوتين. اول حاجه هنتطرق ليها النهارده في الصحافه الالكترونيه هي قصه بتجمع ثلاث اشخاص وبتجمع دولتين من اقوى دول العالم اللي هم امريكا وروسيا. اللي حصل ان مدير وكاله ناسا للفضاء بيل نيلسون طالب بشكل عاجل بإجراء تحقيق في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، بيقول إن مؤسس سبيس إكس وحليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإيلون ماسك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانوا على اتصال منتظم تقريبا من أواخر 2022. التقرير قال إن ماسك ناقش موضوعات شخصية وتجارية وتوترات جيوسياسية مع الزعيم الروسي، وده شيء بيثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي لأن ربما تكون علاقات سبيس إكس مع وكالة ناسا والجيش الأمريكي منحت ماسك مساحة أكبر منه، بمعنى أن ماسك ممكن جدا يكون عارف معلومات حكومية واستخباراتية أمريكية حساسة ما ينفعش أنها تخرج لبوتين. نروح لميشيل أوباما ودونالد ترامب، وده على خلفية تحذير السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما اللي قالت فيه أن حقوق المرأة قد تكون في خطر في حال فوز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بفترة ولاية تانية في البيت الأبيض. ميشيل قالت الكلام ده خلال فعالية انتخابية بولاية ميتشيغان، وكانت جنبها المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس. ميشيل كمان قالت أن النساء يجب ألا يتحملن تداعيات الإحباطات من الرجال الذين سيصوتون لصالح ترامب بسبب خيبة الأمل في النظام السياسي أو الذين قد يختارون عدم التصويت على الإطلاق. وختمت ميشيل كلمتها بإذا لم ننجح في هذه الانتخابات فإن زوجتك فإذا إن لم تنجح في هذه الانتخابات فإن زوجتك وابنتك وأمك نحن كنساء سنصبح أضرارا جانبية لغضبك. نروح لأبرز الموضوعات اللي لفتت انتباهنا على المواقع والصحف المحلية والإقليمية والعالمية وكمان أبرز الترندز على السوشيال ميديا. برنامج لرعاية وحماية الحيوانات الأليفة والخيول والإبل بالمناطق الأثرية، شريف فتحي وزير السياحة والأثار وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أطلقوا البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، وده بالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني للرفق بالحيوان. وأكد فاروق على استمرار البرنامج لتقديم كل الخدمات البيطرية لرعاية الإبل والخيول والحيوانات الأليفة بالمجان، ويشمل كل المناطق الأثرية في مصر وخاصة مناطق الأهرامات ونزلة السمان وسقارة والأقصر وأسوان وكمان كل القرى الموجودة في الريف المصري بشكل عام. أضاف فتحي أن هيكون في قوافل بيطرية هتمر على كل المناطق الأثرية وهتقوم بالكشف على الحيوانات الأليفة الموجودة فيها بجانب تخصيص بعض العيادات المتنقلة، وأكد على تخصيص وحدة بيطرية دائمة بمنطقة التريد المخصصة لوقوف وتواجد الجمال والخيول، وهيتم إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب مالكي ومشغلي الإبل والخيول الموجودين بالمناطق الأثرية المختلفة لتقديم البرامج التدريبية اللازمة لهم علشان يساهم في تعزيز الوعي والإرشاد بالطرق الصحيحة والآدمية للتعامل مع الحيوانات.
أزمة ثلاثي الزمالك المحتجزين في الإمارات ما زالت مستمرة. أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اتكلم عن آخر تطورات أزمة ثلاثي الفريق في الإمارات بعد أزمة احتجازهم، وقال في تصريحات تلفزيونية كابتن حسين لبيب ودكتور حسام المندوه متواجدين في الإمارات من أجل حل أزمة الثلاثي عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وقال كمان ثلاثي الزمالك يتم التعامل معهم باحترام ومتواجدين في مكان شبه احتجاز إداري وقريب جدا هيتمكنوا من التواصل مع أسرهم عبر الهاتف. ونهى كلامه بإعلان ثقته الغير محدودة في القضاء الإماراتي وقال قدمنا اعتذار وأكدنا أن ما حدث غير مقصود وكان نرفزة ملعب، الواقعة حدثت في ملاعب كتيرة. ثلاثي الزمالك هيتعرضوا على المحاكمة في الإمارات بكرة يوم 29 أكتوبر، وده طبعا على خلفية الاعتداء على أفراد أمن تنظيم مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري. مفوضية اللاجئين استضافة الملايين في مصر تضع ضغوطا كبيرة على الدولة، قال ماثيو سالتمارش المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين بجنيف أن أزمة النزوح الحالية في الشرق الأوسط مثيرة للقلق الشديد. وكمان قال تصريح تقريبا تنقلته كل الصحف المحلية والعالمية وهو أن استضافة اللاجئين في مصر تضع ضغوط كبيرة على الدولة خاصة مع استمرار الصراع في المنطقة. وقال كمان الأزمة الأخيرة في لبنان وغزة مثيرة للقلق الشديد من ناحية استقرار المنطقة والنزوح داخلها. وفي رأي سالتمارش الحل الوحيد لا يأتي إلا من خلال السلام والحوار لأن ده العنصر الأكثر أهمية. وقال كمان أن دور المفوضية في المنطقة بيحصل من خلال مكاتب ومواقع في أماكن مختلفة، ولكنه قال نحن لا نعمل داخل قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن هناك وكالة تابعة للأمم المتحدة الأونروا ولديها تفويض بالعمل مع اللاجئين الفلسطينيين وهي الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة. بحسب نيويورك تايمز قراصنة صينيين اخترقوا هواتف ترامب. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن قراصنة صينيين اخترقوا هواتف الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس. وعلى حسب كلام الصحيفة بنلاقي إن المتسللين الصينيين تسللوا بشكل عميق وكثيف لشبكات الاتصالات الأمريكية واستهدفوا البيانات من الهواتف اللي بيستخدمها الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه السناتور جي دي فانس من ولاية أوهايو. الصحيفة كمان قالت إن المحققون بيحاولوا دلوقتي يحددوا بيانات الاتصالات وإن وجدت، لأن البيانات دي تم أخذها أو مراقبتها من خلال الاختراق المتطور لأنظمة الاتصالات. وأهم حاجة أشارت ليها الصحيفة إن نوع المعلومات الموجودة على الهواتف اللي بيستخدمها المرشح الرئاسي ونائبه بمثابة منجم ذهب لوكالة استخبارات، زي مثلا الناس اللي بيتواصلوا معاهم بالمكالمات أو حتى بالرسائل، وزي عدد المرات اللي بيتواصلوا فيها مع أشخاص بعينهم ومدة الحديث مع الناس دي بتوصل لكام دقيقة. مقال النهاردة معنا من موقع المصري اليوم هو مقال اختار لقطة معينة بعناية شديدة وسلط الضوء عليها وكأنه طلب لتكرار اللقطات اللي شبه كده في المشهد الكروي. المقال بعنوان أحمد الجندي بين أحمر وأبيض وبقلم الناقد الرياضي ياسر أيوب اللي بيقول فيه كان مشهد أحمد الجندي يدخل استاد محمد بن زايد في أبو ظبي يحمل الكأس الذي سيتنافس عليها الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، ولست أعرف على وجه التحديد من كان صاحب فكرة اختيار أحمد الجندي للقيام بذلك، لكنه بالتأكيد يستحق الشكر والتحية على هذا القرار. ورغم أن مشهد الجندي حاملا لكأس البطولة لم يدم أكثر من دقائق قليلة ثم لم يعد يذكره أحد حين بدأت المباراة ولم يلتفت إليه الإعلام بعد ذلك وسط انشغاله بفوز الأهلي وخسارة الزمالك، لكن مجرد وجود الجندي في هذا المشهد القصير العابر كان كافيا لرد بعض الاعتبار لألعاب أخرى منحت مصر حلاوة الانتصار وكبرياء البطولة. فأحمد الجندي ليس مجرد بطل للخماسي الحديث لكنه الرياضي الوحيد في العالم الفائز بست ميداليات ذهبية مختلفة في لعبته، ذهبية الدورة الأولمبية للشباب وذهبية بطولة العالم للناشئين وذهبية بطولة العالم وذهبية ألعاب البحر المتوسط وذهبية كأس أوروبا وذهبية دورة باريس الأولمبية الماضية. ما شاء الله. كاريكاتير صحيفة الشرق الأوسط النهاردة بيسلط الضوء على تفاقم الصراع بين إيران وإسرائيل.
فيديو النهاردة معنا من أكثر الفيديوهات تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط أمطار غزيرة في الحرم المكي. كده تكون خلصت جولتنا في الصحافة الإلكترونية. تعالوا نروح نتعرف على أسعار الذهب والعملات ونرجع. عايزين نروح السوق والنهارده بقى انا عامله لك مفاجاه اللي هي ايه اللي بتفتح نفسي اللي بتفتح نفسها يعني بتفتح انا نفسي. لما بقول لعبيده يا عبيده احنا النهارده هنروح سوق السمك بتبقى في حاله سعاده غير طبيعيه يعني نهاد بقى مهتم قوي بالبصل ما اعرفش ليه والبرقوق والهاليوتي بتاعها البرقوق الهاليوتي انت السمك يعني السمك والفراوله السمك والفراوله ديان ما اعرفش بقى مهتم بايه بالظبط يعني بالكوره والماتشا بس الماتشا بتاعته طعمها غريب شويه هي الماتشا اصلا طعمها غريب لا هي حلوه جدا هو في حد بيفوق بالماتشا انا بحبها بس هو بيقول لي انا بعمل الماتشا مع نفسي هو بيعملها هنقول لكم هنعمل لكم نقول لكم الماتشا دي ايه بس احنا مهيتاب زميلتنا جاهزه مهيتاب مختار جاهزه من سوق السمك والسمك بصي يا عبيده شكله الله اكبر شكله فريش وحلو جدا 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 صباح الفل يا مهيتاب صباح الفل يا مهيتاب صباح الفل صباح الفل على حضرتك يا استاذه رشا وصباح الفل يا عبيده وصباح الفل على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا من خلال شاشه صدى البلد طبعا زي ما اتعودتوا ان احنا دايما معاكم في جولتنا الاساسيه واليوميه بننقل لكم كافه الاسعار سواء الخضار او الفاكهه او السمك وطالما انا هنا واقفه وفي زحمه ودوشه ومزاد وحركه بيع وشراء كبيره يبقى احنا في سوق السمك وزي ما احنا عارفين ان السمك من اكتر الاكلات المفيده الغنيه بالفيتامينات ومفيده جدا لجميع الاعمار عايزين نعرف بقى اسعار السمك وصلت لفين واختلفت بين الاسبوع اللي فات ولا لا وايه انواع السمك الجديده كل المعلومات دي هنعرفها من المعلم ابو ادهم برحب بيك على شاشه صدى البلد وسهلا بحضرتك واهلا بالبرنامج وكل اصدقاء البرنامج طيب في البدايه كده انا عايزه تقول لي ايه انواع السمك اللي عندك هي انواع السمك كتيره جدا خلينا نبتدي باول حاجه قدامنا قول لي ايه نوع السمك ده اسمه دينيس ده بتاع العريش حاجه بلدي تعمل مشوي وزيت وليمون وبيتعمل صينيه وفي ناس بتقليه الدينيس دوت كان سعره رافع الاسعار كلها حرفيا نزلت بقد ايه بقى؟ يعني في خلال الكام شهر اللي فاتوا دول مع بدايه الموسم ابتدت الاسعار تنزل يعني قول لي ده عامل كام دلوقتي؟ يعني الدينيس ده النهارده مثلا عامل 300 جنيه قبل كده كان الدينيس ده عامل 400 ده جمله صح؟ جمله قطاعي لا قطاعي للمستهلك ده قطاعي للمستهلك احنا بنحاول ان احنا نكسب قليل 5 جنيه يعني انت بتبيع جمله وقطاعي؟ ببيع الاثنين بنحاول ان احنا بنكسب 5 جنيه على اساس نجذب الزبون على اساس الدنيا تشتغل وعجله الانتاج تتحرك. طيب قول في حاجه زي كده ده جمبري ازاز. ازاز ابو ديل الازرق ده الجمبري ينفع بطل فراي، ينفع شوي، ينفع صينيه. الجمبري ده كان بيتباع ب 800 النهارده عامل 600 جنيه. وفي عندي حاجه جامبو دي حاجه سوبر جامبو زي كده حاجه محترمه زي ما انت شايفه دي عامله عندي 800 جنيه. برضو السعر نزل كان بيتباع ب 1200 هنا. في السوق بره اسعار تانية انت عارف بتحب انهي اكتر الجامبو ولا الازاز واحد وعلى حسب العزومه يعني الطبقه اللي هي المتوسطه بتحب الحاجات المتوسطه لكن اللي عامل عزومه مثلا او عنده مثلا حفله او فرح فبيحتاج الكبير على اساس الشوي طيب خلينا بقى نتكلم عن السمكه الكبيره الحلوه السمك الكبير دوت اسمه سمك لوت السمك ده لوت ده بيتعمل صواني مشوي ترانشات سعره كام بقى اللوت دوت كان عامل 250 النهارده اللوت دوت عامل 170 ده نزل بشكل كبير ايوه طبعا لازم الاسعار تنزل عايز دي بدايه موسم فالاسعار بتنزل واحنا بنحاول نخفف على المستهلك حلو جدا وقول لي بقى ايه نوع السمك ده وايه سعره اسمه كاليماري ده كاليماري ده زي الصبيط كده لكن هو اسمه كاليماري بتحشي رز بالجمبري رز المحشي تعمل مقلي تعمل صينيه سعره ايه بقى ده كان عامل 280 نزل بقى عامل 180
حلو الكاليماري بيتحشي ده. هو بيقول لك سمك اسمه كاليماري مش كاليماري، يعني هي للاسف بس ان السجن احنا بنعتذر طبعا السمك بنعتذر لان دايما السجن في سوق السمك لانه متغطي وبتبقى وحشه جدا بيبقى زحمه وكده بنعتذر عن ده مشكله مع ان مهتاب عندها حاجات كتيره كنا عايزين نسالها عليها. بس عايزه اقول لك ان هو قال في الاخر ان السمك بيسموه كاليماري فبيحشوه، هو مش كاليماري. انا عايز اعرف عنه اكتر ده السمك. السمك اللي بيتحشي رز ده سمك بتحشي رز؟ هو قال كده. انا عمري ما اكلت سمك محشي رز يعني ما اعرفش يعني انا ممكن اعمل رز سمك اللي هي رز الصياديه جنب السمك. أيوه. وناكل سمك بالرز يعني. أيوه. انما احشي رز حاجه بتتحشي رز دي جديده معرفش. بس احنا استفدنا انه اسعار السمك نزلت شويه فاشتروا بقى سمك لانه كمان بالتالي ده موسم صيد وفي عرض كتير قوي بتبقى كل انواع السمك في الوقت ده متوفره واسعارها حلوه وطازه. هو على العموم السمك حلو أوي. يعني اكل السمك جميل. بس تعالي ده ازاي والله يا جماعه نفسي بتتفتح لما بنروح سوق السمك. شكرا مهتم. بس الحظ مش معاكي في السيجنال بتاعت الكاميرا هناك. طيب تعالي نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم فقرات برنامجنا. حدث هام بيخص مستقبل الرعاية الصحية في مصر خاصة مرضى سرطان البروستاتا. في خطوة غير مسبوقة تم توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة باير بحضور معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار وقيادات شركة باير العالمية. الاتفاقية بتهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم مستوى عالمي من العلاج لمرضى سرطان البروستاتا. وطبعا زي ما احنا عارفين أكتوبر شهر السرطان بشكل عام. يعني الشركة دي كمان شركة باير من الشركات على مستوى العالم يعني ليها تاريخ جيد جدا يعني. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. احنا النهارده يمكن موجودين دلوقتي بنوقع بروتوكول تعاون مع شركه من الشركات العريقه في مجالات الطبيه بشكل عام وهي شركه باير. ومش اول مره الحقيقه نتعامل مع شركه باير، ولكن احنا من خلال مبادرات الصحه العامه اللي الدوله بتتبناها منذ حوالي 10 سنين من سنه 2014 لحد 24 عندنا حوالي 14 مبادره رئيسيه، وكتير من المبادرات دي حققت نجاحات يشهد لها المجتمع الدولي على في مجال الصحه العامه بشكل كبير. كمان هندرب او هيبقى في حملات توعيه ضخمه جدا للمجتمع بالكامل باهميه الكشف المبكر. When it comes to implementing presidential initiatives, we've seen it for hepatitis. And we also saw the results of the project for HCC that was presented earlier today. So it is with great pleasure that we are now introducing this collaboration with His Excellency the Minister himself and the Egyptian government in order to provide as much awareness and treatment of Egyptian prostate cancer patients. احنا النهارده بشرفنا ان احنا نشهد توقيع اتفاقيه التعاون بين وزاره الصحه والسكان وشركه باير في الكشف المبكر عن الاورام السرطانيه خصوصا سرطان البروستاتا، واللي بيجي واحد طبعا من السرطانات اللي تصدت الدوله لحملات الكشف المبكر ليها. الحقيقه احنا في 2018 بدانا برنامج طموح للكشف المبكر عن فيروس سي وعلاجه من خلال مبادره 2 مليون صحه، واللي ما انتهتش او ما توقفتش عند الوقت دوت، لكن استمرت الدوله في التصدي لحملات الكشف المبكر عن الاورام السرطانيه. مصر صراحة سباقة وفي إلها برامج كتير ناجحة في التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، والنجاحات هذه عم نقدر نستفيد منها عالميا ونصدرها لبلاد تانية خاصة البلاد المنخفضة والمتوسطة الدخل. النجاحات لغاية هلأ واضحة في مجال كشف التشخيص وعلاج السرطان. One of the key topics in this Congress is human capital development and building skilled workforce through social policies. And private sector plays a crucial role in this. If we consider 70% of Egyptian workforce is in private sector, we can understand the importance of private sector and corporate policies in driving government efforts. I
اي مهرجان سينمائي في العالم في ريد كاربت، الجزء مهم منه او هو الاهم هو الاطلاله واحدث صيحات الموضه، وزي ما الفنانين بيحاولوا يقدموا في المهرجانات افضل ادوارهم واعمالهم اللي بيختاروها بعنايه على مدار السنه، كمان مصممين الازياء بيستنوا المهرجانات السينمائيه من السنه لسنه علشان يقدموا احسن ما عندهم من تصميمات ويلبسوا اهم الفنانات، وفي منهم بيكون موجود مع الفنانه كمان على الريد كاربت علشان يقول ان الفستان ده من تصميمه. وبقى سؤال اساسي في اي لقاء صحفي لاي فنان على الريد كاربت، اللوك بتاعك مين اللي عامله لك؟ بصي الموضوع ده يعني في ناس بتنتقد وتقول انتوا ايه ده وده، لكن ده شيء في العالم كله. صحيح. يعني لو رحتي في مهرجان كان بتلاقي الناس بتبص على الريد كاربت، او الاوسكار الناس بتركز على الريد كاربت. موضوع بس ما بقاش مقتصر على الفنانات اللي بيبقوا موجودين في المهرجان، لكن بقينا بنشوف برضو ان الفنانين الرجاله برضو بقوا بيعملوا كده، بدلته بيبقى فيها شكل معين شكله كده. عامه يعني احنا اليومين دول في مهرجان الجونه السينمائي، خليني اقول انه فعلا الناس بتستنى زي ما قالت عبيده الريد كاربت، يشوفوا الناس لابسه ايه، احدث صيحات الموضه ايه، الالوان ايه. خاصه عايزه اقول على حاجه صغيره، ان الفستان السواري تحديدا لو ما كانش صح بتبوظ. يعني لازم الفستان السواري يبقى صح، حتى لو بسيط جدا بالتفاصيل الصغيره، يعني بالحلق ساعات بقى الفستان ممكن يبقى حلو والتفاصيل ولا الشعر الكوليه او شعر او ده او ده، بتلاقي الدنيا فجاه باظت. طيب احنا دلوقتي كلنا طبعا على الفيسبوك والده شاف الفساتين، لكن ممكن نقول نبقى كده جايد للناس مين الافضل مين الاسوأ مين الاجرأ. وده عادي على فكره، اللي احنا بنعمله ده مش موضوع هتقولوا ايه اللي انتوا فيه ده، هو الناس في ايه ولا في ايه، لكن كل الناس في العالم بتتابع الكلام ده صدقوني، لان ده بيبقى ليكوا. طب انا لو عندي فرح او انا عروسه او انا عندي خطوبه او انا ايه اللاين اللي ماشيين بيه، بيسعدنا ان يكون معانا علشان نتكلم في كل ده الستايلست صديقه البرنامج شيره زقزوق. صباح الخير يا شيره. صباح الفل وحشتوني. صباح الفل وحشتوني. منوراني. ايه الحلاوه الشاكه دي النهارده؟ مش نبدا بدايه ساخنه. يلا بينا. اسوأ اطلاله شفتيها لحد دلوقتي على الريد كاربت؟ نبتدي كده الجونه. ما انا اسئلتي عامله كده. انا من وجهه نظري انجي مذيعه انجال. انجال لما لبست ايه؟ كانت لابسه، احنا معانا الصور، معانا صور، معانا صور كتير. أيوة. النهارده قاعدين بقى ايه. طيب لحد ما صوره انجي ليه، طب ليه تطلع؟ انجي ما كانش موفق معاها. اول حاجه كان مفتوح قوي زياده عن اللزوم، مش مناسب لجسمها خالص خالص خالص. احنا المفروض لما نعمل نختار فستان نختار دايما يبقى مناسب لجسمنا، مناسب لشخصيتنا، مناسب للمناسبه، مناسب لشغلنا، مناسب للون بشرتي، لون شعري، لشكل جسمي. بالظبط. هو كان اكتر حاجه ان هو كان مفتح زياده عن اللزوم، بس مش دايما احنا متعودين على المفتح وخصوصا في مهرجان الجونه. بس امتى بقى؟ لما هيناسب جسمي. يعني احنا محتاجين بس نشوف الصوره دي هتفرق قوي قوي. بس طيب لغايه ما تحضروا الصوره يا شيره عايزه اسالك اهو. أيه. ممكن تحطوا لنا الصور على الشاشه هنا يا جماعه عشان نقدر نشوف. ايوه اوكي. الكات بتاعت الفستان ما خدمتش جسمها خالص، يعني الفتحات الموجوده فيها ما خدمتش جسمها، تبين ان جسمها احسن، خليت شكلها بوكسي خالص. مربع مربع. والست اكتر حاجه، يعني احنا هتلاقينا طول الوقت واحنا بنتفرج على الصور بنتكلم ان احنا عاوزين نعمل وسط، عاوزين نعمل وسط، عاوزين نعمل وسط. كوكاكولا. عايزين نعمل الازاز. كوكاكولا. الوسط فين؟ بجانب بقى نبتدي بقى بالتفاصيل التانية، ولا الشنطة لايقة، الكلوتش لايقة، ولا الميك اب مشغول عليه، ولا الشعر. طب ما الكلوتش سودا، كنت لسه هسأل. الكلوتش سودا ليه هنا بقى مش موفقة؟ لازم كانت تكسرها بحاجة، مش بس تكسرها، حجمها ونسبتها مع جسمها. نسبتها معاها، مع الكم الطويل اللي على جنبه من الجنب، ما فيش سيمتريك. انت لما تبصي على الفستان تحسي ان هو مش مريح عينك. الخطوط والفتحات المفاتحة مش مريحة. هل هو أجرأ ولا أسوأ؟ الاثنين. الاثنين. أسوأ لأنه مش خادمها، مش مديها الإفيه المطلوب ليها، وأجرأ كمان.
أسوأ بقى تاني في حد تاني كان برضو كان تاني يوم لبلبة في اليومين بصراحة كانت مش أحسن مش موفقة خالص خالص. أنا شفتها بفستان أبيض كده وحتى سرتات على دماغها كل ورد يعني حسيت إنه ده في يوم. طب شفتي الأسود في فستان أسود لبسته الفنانة لبلبة؟ هي كانت لابساها؟ هو ده اللي أنا شفته. برضو معانا الصور بتاعته لو استأذنكم توريها لنا. هي كانت لابساها لبلبة؟ احنا دايما الخطوط عندنا بتوصل لمعين يعني ايه في حاجه اسمها فوكال بوينت هم مقصرين كمان من تحت انتوا باين تحت كده في زي شيد صغير قوي قصير قوي 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 بقيته مش باين هنا في الصوره قوي بس هو كله مثلثات هو بقيته فوال كده الفوال ده فوال وطبقات يا رشا لايرز عامله لايرز وكلها مثلثه مقلوبه كده مثلث مقلوب وقصيره قوي فمبينه الغلطه هنا فين بقى اول حاجه احنا المثلثين دول احكيلنا بعاملين سهم على حتة معينة اللي هي فين؟ البطن اللي هي أعلى حتة عندها وفيها مشكلة أصلاً. التفاصيل الكتير بقى الجلوفز المعمول الناتفي مخليها شوية فيها رخص أنا أسفة أنا بقول كده يعني اللير اللي تحت الترانسبيرنت اللي تحت الشفافية اللي حاصلة فيها مبينة مشاكل اللي موجودة في رجليها. طيب شيرة يعني أنتي إحنا دلوقتي اتكلمي على مذيعة إنجي واتكلمنا عن لبلبة لكن خليني أقولك إن مهرجان الجونة مهرجان في منطقة سياحية ساحلية عفوا. طيب ساحلي ده ممكن يخلي الناس يعني أنا بفكر يعني طبعاً. إن الناس يعني ده بيتشز وبحر وكده يعني مع ده جدا مش مثلا مش زي مهرجان القاهره السينمائي مثلا بيبقى موجود. بصي هي الهدف ان انت حتى لو احنا عاملين اي فتحات او اي حاجه باينه في جسمنا نبين الحاجه الحلوه اللي في جسمنا ما نبينش دي فوق يعني الفتحه مثلا انجي ايه الفتحه اللي حصلت في الجنب ما عملتش اي حاجه غير ان بيت جسمها مربع خالص ما ادهاش جمال مثلا اللوك ده دي مين دي؟ وده ده مين دي؟ غدا عادل دي غدا عادل دي غدا عادل اوكي مش مشغولة على الميك اب مش مشغولة على الشعر الكلوتش اللي ماسكاه في ايديها تكاد تكون زي شنطة ميك اب الفساتين دي اسمها والله سليب دراس. انا كنت لسه عايزه اسال سؤال واعذريني يعني في اللي انا هقوله احنا ليه بنحاول نورماليز قميص النوم؟ هو ما مش مقبول اصلا. لا هو انا ما اقصدش بس ده عموما في اخر كام سنه بقى الساتن دريسز اللي هي ما فيهاش حاجه خالص خالص بتاعه ريد كاربت ده حصل امتى؟ بس انا عايزه اقول لك على حاجه انا ساعات بنزل في المحلات بتفرج على الفساتين السواري ابص على الفستان اقول ايه ده كومبين ولا فستان ايوه ده تحديدا ده كومبين ولا فستان ولا ده قميص نوم ولا ده ايه يعني انت بس تحت حاجه ولا فوق حاجه قميص نوم هو اللاندري بصفه عامه هي ترند انها تتلبس مثلا بصي بقى مثلا اول يسرى مثال حي للبير شيب بودي الجسم الكمتر عريضه من تحت ورفيعه من فوق مع انها نازله بفستان ستريت من تحت بس بالانس بالكتاف بالستايل بتاع الكيب اللي مرمي الدريب واللون كاتشي قوي بالظبط كاتشي ليه بقى؟ اللون كاتشي بشكل رهيب احنا فاكرين احنا اتكلمنا على الكالر ويل والكونتراست اللون الاحمر والبرجاندي اللي موجود في الريد كاربت مع اللي قدامه الكونتراست بتاعه الازرق فالاتنين عاملين بومينج مع بعض الكلوتش مع لون الجزمه الميك اب السامبل قصه الشعر هي مركزه في الجوري اللي بس على الحلق مش حاطه حاجه كبيره حتى الفتحات اللي موجوده في الصدر او في بالظبط او في الجوب من تحت راقيه جدا ومش معلش عايزه اسالك سؤال يعني هي من الواضح ان الكلوتش مع الجزمه اللي هي لابساها بلوروا زي لون الفستان دايما يقولوا لك ايه اكسري الجزمه والشنطه بلون الفستان ده احيانا بيبقى محتاجه واحيانا لا هو اللوك كله على بعضه عاملينه هارموني كده درجات مع بعضها وحمات مع بعضها حلو لا انا عجبني يعني في اخر اللوك مش مضايق عينك انت مش مضايق عينك خالص خالص اللوك الثاني بتاعها بقى كان عالمي بصي وفي حاجه ثانيه في حاجه انا لابسه فستان ولا الفستان اللي لابسته بالظبط يعني ايه بالظبط
احيانا الفستان بيبقى تقيل قوي عليها. بصي بصي، هو ياقة وتاي وتاي والتاي محطوط لابسه بدله كامله، والبدله الكامله دي كلها سيكونس. اه شكلها لذيذ قوي وايتشي كده، بس كان فيها بس دي فوق واحد اللي هو صغير، محتاج بس الاوبالات كان يعلى شويه وتوسع سن، فايه اللي هيحصل؟ هيعمل البالانس الحلو بتاع جسمها اللي احنا بنتكلم عنه. انا ما اعرفش، انا اصلا انا بالنسبه لي انا ملياش في التاي قوي. الستات اللي بيلبسوا ملكيش في السوتس؟ لا بحب السوتس، بس ان انا ابقى كده وتاي دي ما مش بروح لها قوي يعني. بس بصي فكرة، بس انا شفت يسرى في ندوه من ندوات اللي هي كانت مع الفنانه اسعاد يونس، كانت لابسه حاجه تحسيها سات على بعضه. أيوة انديان كده، انديان كده. اه كان رائع رائع رائع، كان راقي جدا. في اتنين بصراحه واروع، يا نهار ابيض. لا ده تعالوا نتكلم على القمر، بغض النظر انها صاحبتي وحبيبتي، بس نتكلم على القمر. بس هو احنا انا ورشا في الانترو قبل ما نعرف ان هي يعني الفيفوريت بتاعتك، ده هي بقول لها اتفرجتي على ملك الجمال. احنا الاثنين، احنا الاثنين في نفس الوقت قلنا اروى جوده. فستان اروى جوده، اروى جوده. لا 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 فستان، مع ان في ناس انا قريت تعليقات على ناس ان بيقولوا لك ان الفستان عيبه ان الديتيلز بتاعته كتيره، بس انا شايفه انه الديتيلز كتيره. اه يعني في تطريز وفي ريش وفي ده وفي ده، بس حاجه تحسي فستان عروسه كده يعني. هي كان اصلها طرحه اولا، هي وحد تاني هنتكلم عليه كمان شويه، هم كانوا اوريدي بيحتفلوا في الجونه هي بتحتفل بخطوبتها فلايق عليها بجانب هي موديل وملكة جمال. تعالي شوفي بقى التفاصيل، انت عينك في الديزاين مرتاحة، مش في معلمة شعرها، معلمة شعر الخطوط كلها اللي موجودة مريحة عينك انك مبينة الوسط، بعد كده نازلة على الرجلين والجناب، بعد كده نازلة تحت مع الريش، تحس ان عينك مرتاحة ونازلة كده في كل حتة في جسمها، اللون عليها. وهتلاقي كلهم واخدين تان سنة، فالتان كمان بيدي جلوي للجسم اكتر من البياض مع الالوان الفساتين مع الريد كاربت. لمت شعرها، الجولري المحطوطه في مكانها مش كتير ومش قليل. عارفه يا شيره، حتى يعني لو تجيبوا لنا الفستان تاني، هو الفستان دوني لكن مش حاسه انها تقصد انها تبين حاجه. لا يعني الدنيا elegant يعني عارفه، لان الكوب بتاع الصدر مظبوط بالظبط. امتى بتحسي ان هو مش مظبوط؟ مضايقك لو ضيق او واسع او واطي او عالي، ومظبوط عليها مظبوط بالظبط. هي يعني ده بيبقى اختيار ديزاينر، ديزاينر والفت، لازم تعملي فت. هتلاقي حد تاني متضايق جدا هو لابس فستان. جميله عوض مثلا كانت لابسه فستان، هنشوف صورتها كمان شويه، مش عامله حاجه غير انها جايبه شعرها طول النهار في اول يوم، جايبه شعرها كده حبيبتي قدامه، متضايقه جدا وباين ان الميك اب مش مظبوط، ومتضايقه من لبسها، مش مظبوط على صدرها خالص. مع ان الفستان تشوفيه كديزاينر عامله خطير، بس مش مناسب لجسمها. ايه تاني كان حلو؟ انا مثلا انا شايفه حد من الناس اللي اشتغل خطير، أمينة خليل. أمينة خليل، أمينة خليل كل لوك أحلى من اللي قبله. أمينة خليل بتتسم طول الوقت بالسمبليسيتي في اختياراتها. بس أنا عجبني الفستان، في فستان تاني لبسته أمينة خليل. هقول لك بقى أنا من وجهة أكتر من ده. أنا هقول لك بقى من وجهة نظري، الفستان دوت أيوة ده حلو قوي. بصي الديزاينر ده من 2019، الديزاين ده من 2019، فاتحرق كذا مرة. فهي مش هتحرق نفسها في أول لوك، مع إن ده خطير. مش هتحرقه، ودايما احنا الفنانين بنحاول نحافظ ان احنا اول لوك لينا او اول لقاء لينا على الريد كاربت يبقى الفستان ليه طابع لينا احنا لوحدنا، ما يبقاش اتحرق كتير، مش كذا حد لبسه. بس هو مش الفستان الاول، هو ده كان الاولاني ولا لا؟ ده تاني، ده الاولاني. طب الاولاني مش شبه الفستان بتاع انجي كي 1 شويه؟ بس هو ده حته حته، مع يعني هنعمل ايه. بس بصي يعني لمت الشعر مع الجولري المحطوط، الحلق اللي محطوط، الوردة محطوطة على جنب، تحس انها سبانش يعني كليه ده قماشة الفستان. تحس انها سبانش لوك كده على مودرن قوي. انا عاجبني، وجسمها وفات على جسمها، وما في مش مبين اي دفاهات، وهي كمان جسمها مستطيل شويه، فمبين الكيرف بتاع جسمها حلو قوي. الفستان التاني
ما فيهوش غلطه عليها. انا عاجبني اللوك كله واللوك وتحس انك نازله في برضو نفس التدريجه بتاعته في كذا لوك ليها. عيد ميلاد على فكره النهارده. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. كذا كذا لوك ليها كلهم احلى من بعض. طب لو رحنا بقى لنيلي كريم يلا بينا. لبست فستانين واحد كان الوانه او الديزاين بتاعه شبه شويه الوان الفستان بتاع اروى جوده وواحد تاني اللي هو كان التركواز بالظبط. شايفاها كانت موفقه في انا عاجبني جدا 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 اللي هو السيمون اللي فيه فيذر وريش مختلف ويونيك وفتت على جسمها مبين وسطها حلو قوي ومريح العين. نيلي كريم احنا بنتكلم عن نيلي كريم خطير خطير مع لمة شعرها مع الميك اب مع الجوري كل حاجه في مكانها بشكل فظيع يعني هي واروى جوده انا بالنسبه لي كانوا سوبر ستار وطبعا يسرا كانوا ما فيهمش غلطه مع اختلاف الاراء جدا على نيلي كريم في اللوك ده بالذات. اني واحد اختلفوا على اني واحد على السيمون ليه؟ لان هو مختلف عنها برضه جريء شويه عليها مش ستايلها بس هو كان خطير كان حلو قوي قوي. رايك ايه روشا انت رايك يهمني طب فكروني بيه يا جماعه لو سمحتوا هتقولنا يعني فكروني هتقولنا هتقولنا فساتين نيلي كريم فساتين نيلي كريم طب لحد ما يجيبوا اهو معلش حطوا لي هنا كده واقول لك رايي يعني بصي يعني يعني عليه جدال عليه جدال اقول لك ليه انا الحته اللي فوق دي مرميت شويه يعني زياده شويه انا حاساها لايقه عليها ولايق على الفايبس بتاعت حتى على شيب وشها صح بالظبط ولايق على الفايبس بتاعت الجونه لايق على انها بتبقى فيه هواء ومكان اوبن اير والحفله نفسها اوبن اير الحركه نفسها الحاجه اللي فيها حركه. انت عارفه اللي عاجبني فيه ايه؟ الكسره اللي في الوسط بالتطريز ما بين فوق وتحت يعني إيه؟ دي عملت البالانس يعني ما عملتش كل الكالر ليرنج ده يعني الكسره دي يعني خلت الفستان لطيف. بصي ايديها فاضيه مش لابسه حاجه مش لابسه حاجه خالص كلهم لو تاخدي بالك هنا فاضي يعني ما فيش حاجات كتير كله بدا يتجه للبساطه اللي هي بجد بتطلع. اصل هي خدي بالك يعني انت ممكن تلبسي كوليه مكانه غلط يبوظ الفستان يبوظ اللوك لان زي ما احنا اتفقنا لسه من شويه قلنا انت اللي بتلبسي فستان مش الفستان اللي بيلبسك. يسرا يسرا بتعمل كده صح؟ طبعا يعني هو مش بكتره مش بكتر الالماظ اللي لابسينه ولا الاكسسوري اللي لابسينها. انا شفتش بالشكل اللي بستناه دايما في الجونه شيرين رضا ما اعرفش راحت فين. انا شفت شوت واحد على انستجرام امبارح بفستان قصير كده انا بدور عليها. ايوه انت شفتي حاجه؟ لا ما شفتهاش. هتورينا اللوك مين تاني؟ اللوك التاني بتاع نيلي كريم. طيب ورينا كده التركواز ده يعني مش هو تركواز ولا انا بقول اللون غلط؟ صح صح؟ مختلف تماما ولايق على افتتاح اوبننج فيلم. لونه لايق على عريض كاربت لايق برضو على الجونه والازرقات والبحر وحركته وهي بتتحرك واسع وبليسيل بليسو لايق وهو الكوسات بتاعه حلو قوي. بصي مظبوط على الصدر فانت ما تحسيش ان هو ريفيلينج قوي او ان في حاجه اوفر عيني مش متضايقه مش متضايقه خالص. طب شير عايزه اسالك سؤال اتفضل. هل المفروض الفنانات يهتموا تحديدا بالفستان بتاع الاوبننج ولا التاني يوم بقى وتالت يوم وكده يعني ولا الكلوزنج او الكلوزنج بس صحيح. هو بيبقى فاشن شو يعني اللي يقول غير كده يبقى غلطان. اعتقد حتى لما بينزلوا يحضروا الندوات الصبح وكده أيوة. برضو ستيل بيبقى فاشن شو فاشن شو وفي ريد كاربت محترمه وفي ناس بتصور يعني هو الفنان بيشتغل على نفسه وعلى شكله بشكل مجهود مضاعف 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 مدة المهرجان كله مدة المهرجان لانه حتى في الادوار اللي هو بيلعبها في اي فيلم او اي مسرحيه هو ما بيطلعش بشخصيته هو بيطلع بالدور اللي لابسه لكن في المهرجان بيبقى عاوز يبان في احسن صوره واحسن شكل. طيب انا سالتك الصبح على بنوته فنانه يعني ترامات
ايوه انا عجبني، انا دي عجبتني. انا للاسف للاسف انا يعني متاخره شويه لا خالص معينة في الاسامي. انت اشك ست في مصر في الاسامي؟ أيوة لا والله انا متاخره في الاسامي شويه. فانا قلت لها فرجونا تاني على حاجات حلوه. ترى مات كانت إليجنت وشيك وبسيط جدا وبسيطة وعارفة هي عاوزة تلبس ايه. يعني بشعرها سايباه اسود، بجسمها لانه رفيع بطولها كده. احنا معانا دلوقتي طب اتفضلي. هنختلف ماشي يا جماعة. رشا صريحة شوية. هنختلف يا زين. ما اخترته في الفقرة يا جماعة عبيدة ورشا. هنختلف. اتفضلي يا استاذة شيرين. بصي بغض النظر عن الديزاينر ده، يعني استاذي وحبيبي. ده مين؟ فؤاد سركيس. اوكي ماشي. احسن حد في الوطن العربي بيعمل فت لجسم الست. احنا بقى نختلف بقى على الكمام، نختلف على الصدر، نختلف عليها او نتفق. بس ممكن تحطوا لنا الصوره تانية يا جماعه بعد اذنكم. انا اختلف. مش هتكلم. انا اختلف. طب قولي. اختلف على نجلاء بدر، جسمها احلى من كده. في لوك الوان، في الوان تانيه بتظهر جمالها. بصي ولونها لون جسمها هي. يا جدعان هنا والناس. الشعر انا اعتقد الشعر مش لايق. لا بصي الميك اب مش احلى حاجه، الشعر كان لو اترفع كان هيبقى احلى، مش محتاج حاجه في رقبتها. ال 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 الكسور دي كتيره شويتين فمغلوشه عليها. لكن الجزء اللي تحت جسمها حلو. تعالي بقى في لوك تاني ليها احلى من ده الف مره. ممكن اللوك تاني بتاع نجلاء بدر؟ وقالوا لي هيجيبوا ترى عماد، ما اعرفش ما جابوش ليه، لانه فعلا احنا عندنا كتير قوي يعني فعلا بيجهزو. كان فستانها لطيف قوي 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 يعني. لكن يعني انا بحس ان البيبي بلو مش افضل حاجه للصغير. هو ده بيبي بلو صح؟ بصي ده اولا مش الطف حاجه، وهو عليها مش احلى حاجه، يعني هو محتاج درجات تانية. احنا زي ما احنا عملنا كولر اناليسيز قبل كده، الدرجه دي مش احلى درجه عليها خالص. عليها يعني ليها. طب الشعر مع ال لا مع كان محتاج يترفع مع الحفله اللي هنا دي. لا محتاج يترفع. محتاج يترفع وكان محتاج يقل يعني ال زي ما احنا اتفقنا، يعني ممكن يبقى كديزاين حلو لكن مش احلى حاجه عليها. هي ليها حاجات تانية يعني، ليها في فستان تاني لابساه اسود في جولد. يا نهار ابيض، هي على طول بتلبس الاسود في جولد. يا نهار ابيض خطير. طب لو لحد ما يجهزوا لنا الصوره، لو رحنا للرجاله، انا بحس الرجاله برضو بداوا مش اللي هو بدله سودا وبو بتاعه وخلاص، لا كمان ليهم ديزاينرز وليهم. بصي انت هتسأليني هقول لك انا بحب التكسيدو جدا، بالذات في الاوبننج والكلوز بحبهم اكتر بكتير. لكن في حاجات كتير قوي. ده اللوك الثاني اهو بتاع نجلاء بدر. رهيب. لا افضل طبعا. الكم الشانكري دوت بالكول بالفتحه برفعه شعرها بالميك اب رهيبه. طيب لو البدله بتاعت يد نصر ما شفتهاش. انا اسف. بيج كانها نود. عارفه البدل القديمه؟ ها والماتيريال بتاعها كانه شتوي كده شويه، اللون قديم، الستايل قديم. بصي هو بصفه عامه البدل بتاعه الرجاله راجع البوكسي الاوفر سايز، عارفه البدل بتاع بابانا، الكتاف العريضه قوي، الكمام الواسعه، البنطلونات اللي رجليها واسعه فيها كشكشه بسيطه كده من هنا، اوفر سايز شميز. ده اللي طالع دلوقتي. طب قبل ما نختم، مين احسن حد شفتيه لابس في الرجاله؟ اكتر حد اسر ياسين عجبني قوي. يعني لابس واحد بدله برادا لونها بيجات في بني كده ولايقه عليه، وانها التاني يوم الافتتاح، واول مره اول واحد كان ديور. كانت حلوه قوي، عجباني جدا. ده اكتر ولد عجبني للاسف. فقرتنا ما لحقناش. انت عارفه انت قاعده قد ايه على الهواء؟ دي اطول فقره من زمان قوي. بصي يا شيرة، احنا مستنيين الختام. ماشي. اعتقد ان هو هيبقى يوم 31 ان شاء الله. ان شاء الله.
واكيد هيبقى لينا قاعده نشوف بقى الختام هيبقى عامل ازاي. اتفق ان شاء الله. احنا بنشكرك شيره زقزوق يعني ستايلست وبتقدر انها تبقى جايد لناس كتيره في الشكل عامل ازاي. شكرا لك. ميرسي يا حبيبتي. نطلع فاصل؟ يلا بينا نطلع فاصل. في الفقرة دي عايزين نتكلم على ضبط الأسعار. يعني الدولة بتحاول إنها تضبط الأسعار، معاقبة المخالفين، لأنه في كتير بيستغلوا عاوز الناس لاحتياجاتهم الأساسية. ممكن تلاقي قلة معروض من السلع، في احتكار بشكل من الأشكال في سلع معينة. ده طبعا نخلي السوق متذبذب، نخلي السوق غير مستقر، نخلي الأسعار كل يوم في حتة تانية، والمواطن ما بقاش عارف يمشي إزاي ولا يعمل إيه ولا يروح فين ولا الحاجة سعرها كام لو نزل يشتريها. صح. وفي الوقت ده بنلاقي أحد أجهزة الحكومة المعنية بحماية المواطنين مكفة طبعا محاولات الغش والتلاعب بالأسعار، وهو جهاز حماية المستهلك. ده بيقف حائط صد أو بيحاولوا في وجه كل المستغلين والمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللي بدورها بتمنع التلاعب ومحاولات الغش في الأسواق. يسعدنا يكون معنا في هذه الفقرة الأستاذ أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك سابقا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الفل. أستاذ أحمد أخذني كده شوية شوية هسألك سؤال. أنا أعرف أن جهاز حماية المستهلك أنه لما أنشئ وتعمل أنه مفروض هيعمل إيه؟ أنا مثلا اشتريت غسالة، اشتريت تلاجة طلع فيها حاجة مش مظبوطة، والشركة اللي أنا اشتريت منها ما بتتجاوبش معايا أنها تصلحها أو أنها تعمل، فكنا بنتكلم مين؟ جهاز حماية المستهلك، وهو بيقدر يجيب لنا حقنا سواء بيرجعها من ناخد واحدة تانية. وده من ساعة ما السوق بقى ابتدى يحصل فيه اللخبطة والأسعار ابتدت عمالة تطلع وتنزل، تلاقي أغلب الناس تقولك إيه؟ فين جهاز حماية المستهلك؟ هو اسمه جهاز حماية المستهلك. طيب هل جهاز حماية المستهلك عنده من الآليات إنه أنا لو جيت قلتلك على فكرة يا فندم الراجل ده بيبيع كرتونة البيض ب 200 جنيه وهي سعرها مفروض إنه بيتقال بكذا، أنت عندك القدرة إن أنت تحوله لحاجه او تعمل حاجه؟ يعني اشرح لي الحته دي. بص حضرتك، خلينا نتكلم احنا في اقتصاديات السوق زي ما الكلمه يمكن الناس ما بتحبهاش قوي، لكن ده الواقع الفعلي. بمعنى ايه؟ ان هي العمليه عرض وطلب. ده معناها ان الدوله تقف مكتوفه الايد الايدي وما تعملش حاجه؟ طبعا الكلام ده مش سليم. بمعنى ايه؟ ان هي عرض وطلب، طالما السلعه متوفره واكتر من الطلب عليها يبقى الطبيعي انها يحصل فيها استقرار في السعر بتاعها. طب اللي بيحصل في السوق دلوقتي ايه؟ احنا بنلاقي التجار فجأة كده كل يوم بيغلوا الأسعار. طب عنده أي مبرر؟ في بعض الأوقات بيبقى فيه مبررات، سواء تغيير سعر العملة، أيا كان المحروقات بتزيد، أيا كان من الأسباب، بتبقى بنسبة. هل النسبة اللي بيجي بعد كده التاجر يرفع بيها السعر هل هي مناسبة للسعر اللي زاد أو للتعويم اللي حصل؟ بنلاقي الواقع وبنشوفه في العربيات، بنشوفه في الاجهزه الكهربائيه، بنشوفه حتى في الاكل العادي بتاعنا، الشرب والاكل، ان الناس بتزود في الاسعار بثلاث واربع اضعاف. صحيح. يعني لو جينا في مثلا عشان بس بدي مثل كبير عشان نعرف نحسبه او نشوفه، السيارات والاجهزه الكهربائيه. السيارات والاجهزه الكهربائيه كانت بسعر، ولما حصل التعويم لو قلنا حتى ان التعويم كان الضعف او الثلاث اضعاف، هم ضربوا في ست اضعاف. فتلاقي السعر اللي كان ب 200,000 جنيه، ده غير الاوفر برايس، اللي كان ب 200,000 جنيه بقت بمليون جنيه. طب ازاي وصلت لكده؟ تعالوا نحسب. طب المكون الدولاري فيها يمثل قد ايه؟ لا يمثل 40% في احسن عربيه او اكبرها عربيه موجوده في مصر. يبقى اذا المفروض ان السعر حتى ما يزيدش الخمس اضعاف اللي هم عملوه، لا ده المفروض ان هو يزيد بنسبه صغيره جدا من العدد المرات اللي هو زاد. طب ممكن اقول لك بقى حاجه في النقطه في العربيات تحديدا او عامه في السوق، لما تيجي تكلم تاجر يقول لك ايه؟ لا ما هو انا مش عارف هجيب بديله بالظبط، هجيب الدولار تاني بكام علشان اقدر، فانا بعمل التامين بتاعي في السعر العالي ده عشان لو الدولار سعره اتغير. بص يا فندم، احنا كده مش بنشتغل تجاره، كده بنشتغل نصب. ما هو ده اللي بيتقال. ما هو بقول لحضرتك ده اسمه نصب. ليه بقى اسمه نصب؟ بتتكلم بقى في الكهرباء وفي العربيات وفي الهدوم وفي كل حاجه. هقول لحضرتك على حاجه، هل راس المال بضاعه ولا فلوس؟ لما جه يبتدي المشروع بتاعه حط فلوس ولا حط بضاعه؟ حط فلوس. حط فلوس. الفلوس دي 10 مليون جنيه، ما ينفعش انه يصحى الصبح
يلاقي ال 10 مليون جنيه راس المال بتاعه اللي هو محطتهم في بضاعه بقوا ب 20 مليون جنيه ويبقوا 30 مليون جنيه. ده اسمه سرقه، ده اسمه جزء بيثري على حساب الاخرين والباقي بيفضل زي ما هو اصحاب المرتبات بقى ومن ايا كان درجتهم من اول الدرجات العليا لغايه الدرجات الدنيا مرتبات فقط، فبالتالي هو الوحيد اللي حس بهذا التغيير في السوق او التعويم والتجار ما حسوش بيها. ليه؟ لان هو الصبح كان امبارح كان عنده راس ماله 10 مليون الصبح لقاهم 30 مليون جنيه. ده مش حاجه اسمها في التجاره، ده ما اسمهوش تجاره ولا اسمه بزنس. طب في الحاله دي ايه الاجراء اللي المفروض يتاخد ضده من جهاز حمايه المستهلك؟ خليني اقول لحضرتك على حاجه، ما لازم نبقى فاهمين ليه حمايه المستهلك ما بقتش بقوتها اللي موجوده بره في العالم. ليه؟ لازم نحط السؤال ده ونحطه قدام عينينا. ما فيش دوله لوحدها او اجهزه حكوميه لوحدها هتشتغل وهتجيب نتيجه 100%، هتجيب نتيجه بدرجه ما، هتعمل استقرار في السوق، هتنسق الدنيا، ولكن المستهلك عليه دور كبير جدا. بيعمل ايه؟ المستهلك رقم واحد ان هو يبقى عنده وعي. يعني ايه وعي؟ يعني عارف لما انا بيتنصب عليا بعمل ايه؟ بتصل بحمايه المستهلك على ارقام ايه واقدر اتعامل معاهم ازاي؟ ايه المستندات؟ كتير جدا الناس بتتصل بحمايه المستهلك وما بتاخدش حقها. ليه؟ ليه بقى؟ لان هو ما خدش فاتوره، ما عرفش يثبت السعر اللي هو بيتكلم فيه، ما عرفش يعمل حاجات كتيره جدا القانون المفروض بيقول له. طب انا لو عملت لك كل الحاجات اللي مطلوبه وكلمتك قلت لك يا فندم في حمايه المستهلك انا جيت بشتري بوتاجاز، ثلاجه، يعني مش هقول لك بقى عربيات، سيب للي قادر يشتري عربيات، بوتاجاز، ثلاجه، تكييف، مروحه، حضرتك عارف الاسعار وصلت لكام؟ وتفاوت الاسعار عن يعني 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 ده، وجبت لك كل المستندات وقلت لك يا فندم ده كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ خليني اقول لحضرتك تاني، قوة المستهلك المستهين بيها، هو نفسه مش حاسس بقوته، أظن إحنا في المقاطعات في الفترة الأخيرة شركات كبيرة جدا اتأثرت بالمقاطعة اللي عملها المستهلك. المقاطعة دي خلت بعض المالتي ناشونال تقفل في مصر، خلت شركات تقفل فروع كتيرة جدا وتقلص هذه الفروع، لا دور المستهلك قوي مع الدولة، مع دور الدولة، ما بنقولش الدولة معلاش دور، لا الدولة عليها دور ودور قوي، وفي الإضافة للمستهلك اللي إحنا الوعي اللي كان عندنا وقلنا لا إحنا هنقطع دي عشان إخواتنا في فلسطين وفي الحالة دي أثرت على الشركة، أكيد لما ناخد هذا الموقف ضد الحاجات اللي نقدر نستغنى عليها، في حاجات ضرورية ما نقدرش نستغنى عنها، وهنا الدولة بتخش بوسيلة تانية إنها بتوفرها في أماكن بيع المستهلك سواء كانت جمعيات تعاونية أو استهلاكية أو عن طريق قوات مسلحة منافذ البيع بتاعتها أو قوات الشرطة برضو بتعرضها عن طريق المنافذ. حضرتك لسه قايل إن جهاز حماية المستهلك ما بقاش بقوته زي الأول، ليه؟ لا ما قلتش ما بقاش بقوته زي الاول، بقول طبيعي انه ما بقاش بالقوه لو هو لوحده معهوش المستهلك. طب انت عندك آلية كجهاز حمايه مستهلك؟ طبعا القانون قوي جدا. انت توقف التاجر ده او انه بيحتكر او انه بيزود في الاسعار. خليني اقول لحضرتك على حاجه، احنا لما عملنا قانون حمايه المستهلك ده وصدر من السيد الرئيس في سنه 2018 من اقوى بشهاده الاتحاد الاوروبي من اقوى قوانين حمايه المستهلك في العالم كله كان حمايه المستهلك المصري. طيب ايه اللي بيحصل فيه؟ هل هو يملك؟ اه يملك. هل هو ليه غرامات؟ غراماته وغرامات كبيره جدا. هل في عقوبات؟ اه العقوبات بتوصل للحبس وموجوده وبقوه، ولكن احنا برضو في ظروف لازم نحطها في الاعتبار. بمعنى ايه؟ ظروف عالميه محيطه بينا، بمعنى في مش كل حاجه بتوفرها ان انا اقدر اجيبها في نفس التوقيت، مش كل حاجه بنتجها في البلد، فبالتالي بتراعى دي في بعض الاوقات. في بعض الاوقات لما كانش في توفير قدره لتوفير العمله الاجنبيه يبقى هو مش عارف يستورد قطع غيار، مش عارف يستورد، يبقى لازم نتعامل معاها بالوضع الحالي اللي فيها. في ظروف اب اند داونز، بس بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان في دور مهم للجهاز والقانون والمستهلك، الثلاثه مع بعض هم اللي يقدروا يحلوا المشكله دي والمعضله. طيب استاذ احمد هقول لك على مثل كده، انا قريت خبر موجود كان اليومين اللي فاتوا دول انه مصر بتستورد بيض. تمام. انه طيب. عشان تكفي مستورداته تحديدا من تركيا وسعر الكرتونه 150. بعدها لسه النهارده الصبح قريه ان تم مش القبض يعني او احاله مجموعه من تجار البيض وتغريمهم 20 مليون جنيه للتلاعب في اسعار كرتونه البيض. لان كرتونه البيض في العادي بقت بكام؟ اللي هي المحلي انت بتتكلم سعر البيضة بقت بستة جنيه وممكن توصل لتمانية جنيه في اماكن كتير. طيب يبقى انا اللي مستورداه بالدولار ولا باي حاجة ومدفوع عليه و 150 وانت المحلي لسه قرية خبر انه تم احالته وغرامة 20 مليون جنيه. طيب خليني اقول لحضرتك ده تلاعب في السوق يا فندم، ده احتكار كمان، دي اسمها ممارسات احتكارية طيب. بيقوم بها البعض
ولكن اثبات الممارسه الاحتكاريه زي ما بقول لحضرتك بيبقى ليها عناصر. خليني اقول لحضرتك سؤال بس ايه يعني انت اللي هتسالني؟ اسمحي لي يعني خد دور المذيع اتفضل. خليني اقول لحضرتك هو المستهلك بتاع او راجل تاجر البيض ده او منتج البيض التاجر بتاع البيض ده هو بيعمل ايه؟ بينتج بيض بس. طب هو مستهلك في باقي ايه؟ باقي كل حاجه في الدنيا. هقول لك يعني هو اول أنا واحد بيتضرر. والله عندي الرد اديني فرصتي بقى تضيف. اتفضل يا فندم جاوب. عندي الرد. انت عارف العلف بقى بكام؟ وعارف عشان انقل البيض من المزرعه البنزين بكام؟ وعارف الشيالين ازاي؟ وبعدين الجو كان حر اثر على انتاجيه البيض. ما بص بص احنا كل يوم كان طبعا. عندنا حد من شعبة البيض بنتكلم معاه كل يوم. لان ودي الردود الحر واصل الانتاجيه فالاعلاف غليت فالبنزين غلي فالنقل غلي فغير الشيالين غير. طيب هو خلينا نرجع تاني لمرجوعنا اقتصاد السوق. اقتصاد السوق يعني ايه؟ اعمل اتاحه. انت يا سيدي عامل كرتونه البيض وصلت لغايه 200 جنيه و200 وشويه و190 وارقام يعني فلكيه اول مره نسمع في تاريخ عنها. ببساطه الاتاحه اللي عملته الدوله انها عملت اتاحه في المجمعات الاستهلاكيه. الاتاحه دي بقى جابتها من انتاجها الخاص سواء من قوات مسلحه او من الشرطه او اي انتاج خاص بالدوله. والوسيله الاخرى انها استوردت من اقرب نقطه او من ارخص نقطه ممكن نجيب منها. فدي يعني زي ما بيقول كده الدوله بتلوح بفلاج معين او بعلم معين. خلي بالكم لو انتم ما ظبطتوش السوق وفضلتوا في عمليات الاحتكاريه هنجيب من اقرب دوله وننزل وهتبقى اسعار ارخص. وعارفين البيض من السلع الحاجات اللي عمرها قصير دي هيترمي وهتخسروا ملايين. طب ده مش اتعمل مع الرز؟ اتعمل. طيب اهو كان بطريقه مش سليمه. بس اتعمل لو تفتكر ازمه الرز واتعملت مع الرز. يعني خلينا ما نتكلمش على الموضوع دلوقتي. طيب اللي هو الخط الساخن كام؟ 19-5-88 ده جهاز حاجة 19-5-88 أنا دلوقتي الكول سنتر بتاع جهاز عايزة أكلم جهاز حماية المستهلك المفروض يبقى معايا إيه الورق اللي يقدروا بيه يجيبوا لي حاجة؟ أول حاجة الفاتورة. كويس. طبعا هتقولي لي في ناس كتيرة ما بتديش فواتير. لا أو في بيدوا فواتير. في فواتير بيد ناس كتيرة ابتدت تتكلم ومع التزام الضريبي بقت ابتدت إنها تدي فواتير. في ناس ما بتديش فواتير. هي بس القانون حتى في دي حط لها برضه مادة لو حد ما اداكيش فاتورة اثبتيها بأي طرق الإثبات. بمعنى إيه؟ لو جبت حضرتك شاهد معاكي إن أنت اشتريتي هيثبت إن أنت اشتريتي من عند الراجل ده. طب نقطة مهمة جدا وأكيد هتبقى بتهم ناس كتيرة جدا الأونلاين. تمام. الأونلاين ده بتحكموه ازاي؟ يعني انا مثلا كنت لسه بشوف في مسلسل بس ده بيحصل حقيقي. واحده طلبت ليفنج جالها اربع شلت. طبعا ده بيحصل. بيحصل بجد. وعندنا كان في قضايا كتير جدا جدا في حمايه المستهلك والعلبه اللي تيجي المفروض فيها موبايل ويطلع فيها طوبه، كل الكلام ده حقيقي مش خيال. ايوه ده بيحصل فعلا. هل ده بقى يعني يندرج تحت جهاز حمايه المستهلك ولا المستهلك في القانون ولا كده المستهلك بقى هو السوري عبيط؟ شطر كامل للتجاره عن بعد اللي من ضمنها التجاره الالكترونيه. التجاره عن بعد بكل الوسائل بمعنى انها التجاره الالكترونيه، التجاره البيع عن طريق التليفون، البيع باي وسيله حتى عن طريق اي وسيله ممكن طالما حضرتك ما وصلتيش للسلعه وعينتيها معاينه نافيه للجهاله بتعتبر البيع عن بعد. وبالطريقه دي او بطريقه البيع عن بعد لا ده ليها حمايه وليكي استرجاع واستبدال خلال 14 يوم بدون تحمل اي تكلفه. ده 14 يوم بدون اسباب. 14 يوم بدون اسباب. لا حضرتك لسه ما عينتيش لما جت الحاجه عينتيها عندك 14 يوم ترجعي فيها بدون ابداء يعني اسباب ولا عيوب. مش شرط يكون انا لقيت فيها عيب. يوم اللي فيهم عيب. ده أوكي. التجاره الالكترونيه او التجاره عن بعد بالذات فيها 14 يوم استبدال واسترجاع. انت بتبيع وموفر حلقات تداول كتير من حقي كمستهلك ان انا اعين هذا المنتج لما يوصل لي وبناء عليه لما بعينه بلاقيه والله مش عاجبني او مش ده اللي انا كنت متخيل. واللي بيرفضوا ان انا اعين. لا طبعا ده حضرتك عندك 14 يوم يعني استلمي وعيني ويوم واثنين وثلاثه. ولكن خلينا ننبه برضو على حاجه مهمه. اشتري من اماكن معروفه. اشتري من اماكن مضمونه على الاونلاين. عندنا ماركت بليس كتيره معروفه بنتعامل معاها بالقانون وبيرجعوا بيستبدلوا بيغيروا بيعملوا كل متطلبات القانون واللي يحمي لحضرتك حق. واللي قاعده على الكنبه في البيت بتعمل خرز وبتبيع. لا حضرتك لما بتروحي لها انا ما بعرفش اجيبها. بمعنى بعمل محاوله حتى شراء. بيحصل ان احنا بنعمل محاوله شراء ما بنعرفش نوصل لها او انها بتقفل الصفحه وتفتح صفحه ثانيه. طبعا بيبقى صعب. عشان كده دايما بننصح الناس خلي بالكم الناس بتشتري كوزماتكس من على الاونلاين. الناس اللي قاعده بتقفل البيج وبتعمل كانسر وبتعمل سقوط شعر وبتعمل مصايب كتيره جدا وبعدين بيختفوا وما بتعرفوش تجيبوه وبعد كده بيحصل محدش بيعرف يجيبه. فطبعا بناكد على المستهلك اتاكد من المكان اللي بتشتري منه
اشتري من مكان موثوق فيه، مكان معروف نقدر نتعامل معاه ونعرف نجيبه ونجيب لك حقك منه. والهوت لاين اهو، اللي يلاقي اي حاجه يتصل، بس اهم حاجه يبقى معاكوا الفاتوره. استاذ احمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حمايه المستهلك سابقا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى ان السوق يتم ضبطه يعني قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. نورتنا يا فندم. نطلع لفاصل ثم الى موجز. موجز الأخبار من صباح البلد. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قيام مصر بجهود مكثفة خلال الأيام الماضية لإطلاق مبادرة لتحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين، ليتم الإفراج عن 4 رهائن مع بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ومن ثم التفاوض للوصول إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات. وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية، أكد الرئيس السيسي على التوافق التام مع الجزائر بشأن أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة بعيدا عن التدخل في شؤون دولها، موضحا أن المباحثات مع الرئيس الجزائري تطرقت إلى التطورات والأوضاع في لبنان وليبيا والسودان وغزة. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم بعد الهجوم الانتقامي الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على إيران. كانت إيران قد طالبت بعقد اجتماع لمجلس الأمن مؤكدة أن تصرفات إسرائيل تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي من أجل المتوسط اجتماعا اليوم بمدينة برشلونة الأسبانية في إطار فعاليات المنتدى الإقليمي 9 للاتحاد من أجل المتوسط. من المقرر أن يبحث اجتماع برشلونة التحديات الإقليمية الأكثر إلحاحا، ولا سيما الوضع المقلق في الشرق الأوسط، علاوة على مناقشة مستقبل التعاون الأوروبي المتوسطي. وقد أكد الاتحاد من أجل المتوسط أن المنتدى 9 لوزراء الخارجية يمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول كيفية المضي قدما في تلك القضايا بشكل جماعي لمواجهة التوترات الإقليمية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية اليوم، وكان قد انسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كاميلا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس. يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة اليوم. من المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات. رياضيا، يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ونادي العين الإماراتي لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا في 8 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن بطولة كأس الانتركونتيننتال للأدية. ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر ميرانه الأخير في 6 مساء على استاد القاهرة الدولي قبل دخول معسكر مغلق استعدادا للمباراة. نهاية الموجز، إلى فاصل. يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا، أهلا بحضراتكم. فقرة جديدة من صباح البلد. الحقيقة أن احنا النهاردة فقرتنا مهمة جدا، هنتكلم فيها عن تكيسات المبيض وتأثيرها على تأخر الإنجاب. هيتكلم معنا في الموضوع ده ضيفي اللي منورني النهاردة الأستاذ الدكتور أحمد الصواف، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، واستشاري الحقن المجاري بمركز مصر للخصوبة MRC. صباح الفل دكتور أحمد، منورنا يا دكتور. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، ويا رب إن الحلقة تعجبهم كده وتبقى مفيدة لكل المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا نبدأ يا دكتور بكلمة تكيسات المبيض. ما معنى أو إيه معنى تكيسات المبيض؟
طيب بصي حضرتك، تكيسات المبيض يعني بويضات صغيره لا ترقى الى حجم التبويض ويصاحبها خلل في الهرمونات، فالتكيسات بويضات كتير جدا. المريضه بتبقى جايه عندها فكره ان التكيسات دي كيس على المبيض، كيس يعني محتاج يتشال، لا التكيسات بويضات صغيره لا ترقى الى حجم التبويض ويصاحبها خلل في الهرمونات. التكيسات دي موجوده في 10% من السيدات، يعني من كل 10 سيدات واحده بيبقى عندها تكيسات، لدرجه ان احنا على استحياء بنقول مريضه التكيسات على المبيض. لا هي مش مريضه، هي واحده ست عاديه جدا عندها تكيسات، لان صعب ان حتى في عياده امراض نساء ما نقابلش على الاقل في اليوم ولو حاله او حالتين عندهم تكيسات على المبيض. التكيسات على المبيض دي بيبقى دايما بنرمز لها الى متلازمه التكيسات على المبيض. يعني ايه متلازمه التكيسات على المبيض؟ يعني موجود التكيسات دي مع المريضه وهي صغيره في السن، موجوده معاها لما بتكبر، موجوده معاها لما بتكبر شويتين ثلاثه. يعني وهي صغيره المريضه اللي عندها تكيسات بتشتكي بشويه شكاوي، كتير جدا بتشتكي باضطرابات دوره شهريه، كتير جدا بيبقى عندها مشاكل زي مثلا اللي هو حب شباب، عندها شويه شعر زياده بيطلع، راحت لدكتور الجلديه عمل لها ليزر، الليزر رجع تاني، طب عدي على دكاتره النساء لا يكون في مشكله ولا حاجه. كتير جدا بتبقى عندها مثلا سمنه وسمنه مفرطه في بعض السيدات، فراحت لدكتور الدايت والتخسيس، لا ده انا بمشي على برنامج علاجي، مش عارف انزل كويس قوي، طب عدي على دكاتره النساء لا يكون في خلل في الهرمونات، لا يكون في تكيسات. طيب الحقيقه اغلبيه السيدات اللي عندهم تكيسات دول بيجوا دايما بشكوى كلاسيكيه، شكوى كلاسيكيه بعد الزواج، اضطرابات دوره شهريه، على وجه التحديد الدوره بتاخر شويه، 2 كسل في التبويض، 3 تاخر في الحمل. الحقيقه الشهاده لله اغلبيه السيدات اللي عندهم تكيسات بيتشخصوا في هذه المرحله. طب نقول كلام يضايق شويه، لما العينه دي بتكبر شويه بتبقى 40 50 سنه او اكتر، بتبتدي تقابل شويه مشاكل، بتبقى اكثر عرضه للسكر، بتبقى اكثر عرضه للضغط، بتبقى اكثر عرضه لتصلب الشرايين، بتبقى اكثر عرضه بعد الشر للبريست كانسر، للاندوميتريال كانسر، يعني بتبقى اكثر عرضه لشويه مشاكل. طب احنا بنقول للناس الكلام ده ليه؟ عشان مرضى التكيسات يقلقوا، بالعكس احنا اللي عايزين نوصل له ان احنا النهارده بنقول للناس اللي عندهم تكيسات في شويه مبادئ عامه، حضرتك بتعملي عشان ربنا يكرمك وتحملي وتخلفي وتجيبي اولاد، وما يجيلكيش سكر في سن صغير، ما يجيلكيش ضغط في سن صغير، ما يجيلكيش تصلب شرايين، ما يجيلكيش اورام. احنا مش هنقدر نقول ما يجيلكيش، بس على الاقل بنأخر نسب حدوث الكلام ده. لو كانت واحده مقدر لها ان يجي لها سكر ولا ضغط وعمرها 30 سنه، يجي لها عمرها 60 70 سنه وربنا يديها الصحه ويديها العمر. فالتكيسات بويضات لا ترقى الى حجم التبويض، وهي دايما بتسمى متلازمه التكيسات على المبيض. اوكي، يمكن يا دكتور برضو من كلام حضرتك ان هي مش مرتبطه نهائي بسن معين، هي ممكن تكون عند فتاه من وهي صغيره، تين ايجرز مثلا، قبل الجواز، بعد الجواز تكتشف الموضوع، او سيده كبيره يعني يتم اكتشافها للموضوع متاخر. يعني لو هي دكتور البنت قبل الزواج، يعني لو اخذنا الاول مرحله قبل الزواج، اول ما تحس بالاعراض اللي حضرتك ذكرتها تبدا على طول تروح للدكتور بتاع النساء، هل بيبقى في علاج ليها قبل الزواج ولا بنستنى لما البنت دي تتجوز وبعد كده نبدا معاها في العلاج؟ طيب هو ده دايما بياخدنا لنقطه مهمه جدا، ان احنا في علاج التكيسات احنا مش بنعالج المرض نفسه، احنا بنعالج العرض وليس المرض. اوكي، ايه الكلام الغريب ده؟ يعني انا النهارده اللي عندها تكيسات بعالج التكيسات ولا بعالج الاعراض؟ لا انا بعالج الاعراض. كتير ده ما بيبقاش حتى مرضي قوي للمريضه، المريضه بتفتكر انا واجي اخد مسكنات يعني، لا القصه مش كده خالص. هي في بعض الامراض المزمنه الكتير قوي في الطب احنا بنعالج العرض وليس المرض، بمعنى ان انا مثلا امثله، مريض الضغط العالي هو بياخد دواء يوطي ضغطه بس مش بالضروره بيعالج تصلب الشرايين. مريض السكر بياخد دواء زي الانسولين بيوطي سكره بس مش بالضروره عالج الايه؟ البنكرياس. بنفس المنطق مريض التكيسات احنا بنعالج اعراض وليس المرض. أوكي. طب ليه احنا بنعمل القصه دي؟ يعني ليه ما اتجهناش لعلاج؟ لان بمنتهى البساطه لغايه يومنا هذا واحنا بنتكلم في البرنامج 2024 هو ما فيش سبب واضح للتكيسات، هو في ثيوريز، في يعني حاجات طبيه افتراضيه للتكيسات. مش عايز اخش في تفاصيل كتيره ليها لان احنا ممكن نقعد نشرح الاسباب التكيسات دي في حلقه كامله لوحدها، لكن باختصار شديد في ناس قالوا ان المشكله اساسا في الغده النخاميه، بيبقى في اضطراب في الغده النخاميه، عندهم على وجه التحديد زياده في هرمون ال اتش، حاجه اسمها بيرزيستنت هاي ال اتش، ده سبب التكيسات. في ناس قالوا لا دي المشكله في المبيض، المشكله في المبيض ان في خلل في هرمونات المبيض ده بيؤدي لكسل التبويض. في ناس قالوا لا دي المشكله في الغده الفوق الكلويه اسمها السوبرارينال او الغده الكظريه، كان الغده الكظريه دي بيحصل فيها اضطراب في الهرمونات بيزود هرمونات الذكوره ده بيبقى مسؤول عن كسل التبويض. في ناس قالوا لا ده القصه مش كده خالص، دي مشكله اساسا في الانسولين، ده في زياده في الانسولين وحاجه اسمها زياده في مقاومه الانسولين. ومن هنا كتير جدا الناس اللي عندهم تكيسات بننصحهم بايه؟ بالادويه اللي بتقلل مقاومه الانسولين. في ناس قالوا لا ده الموضوع اساسا سمنه، برغم ان احنا كتير جدا بنقابل سيدات عندها تكيسات مش
وزنها كويس، دي وزنها رفيع، حاجه اسمها ثين او لين بي سي او. يعني اللي انا عايز اوصل له ان احنا في اسباب كثيره للتكيسات، ومن ضمنها حتى اسباب جينيه، يعني كان في جينيتك باك جراوند للتكيسات. فعشان كده دايما في علاج التكيسات احنا بنعالج الايه العرض وليس المرض. فمن هنا بقى لما بتيجي المريضه للدكتور بتاع مثلا الجلديه، اللي عندها مثلا شويه حب شباب وبتاع وكلام زي كده، دكتور الجلديه عالج الاكني وابتدى يديه علاج للاكني. واعتقد ان يعني السيدات النهارده بقوا شطار قوي في القصه ديت، ويمكن انا يعني شخصيا انا زوجتي استاذه امراض جلديه، فقصدي ان انا بلاقي ان يعني ان البنات الصغنططين كتير جدا بيجوا بالشكوى ديت، وكتير جدا بيبتدوا ياخدوا علاج، ودكتور امراض الجلديه بيبتدي يصحح لهم مسار العلاج، ولما بيشك في اضطرابات في الهرمونات بيبتدي يوجههم لدكتور النساء. يعني غالبا غالبا في الفتره اللي هي بتاعت مثلا حب الشباب وشعر الزياده والسمنه والكلام اللي زي كده، سمنه وزنها زياده شويه فعايزه تخس شويه عشان تجيب العريس وبتاعه وكلام زي كده، فغالبا غالبا هي مش عندنا في عيادات النساء، غالبا هي في عيادات متفرقه. لكن لما بتتابع مع دكاتره كويسين بيتم توجيهها لدكتور النساء بالظبط. فاحنا غالبا ما بنبقاش زي ما بنقول كده الايه مش البدايه عندنا، زي بالظبط دكتور الذكوره في حالات تاخر الحمل، كتير جدا هو احنا اللي بنحول له، احنا بنودي له. صحيح. مش دايما الانكاونتر الاولاني بيبقى ايه للي هو للزوج. فكتير جدا الانسه الصغيره دي هي راحت عيادها مش عيادتنا. أوكي. لكن بتجيلنا لما بيبقى دكتور اللي بتتابع معاه اللي هو دكتور امراض الجلديه او دكتور النيوتريشن او دكتور التغذيه او الدايت شاطر بما فيه الكفايه، فغالبا هيحولها لنا احنا للايه للي هو للشغل يعني. طيب خلينا دكتور بقى ندخل على مرحلة تانية في عمر السيدة، وهي مرحلة ما بعد الزواج، وحدث هنا بقى تأخر في الإنجاب. بتبدأ بقى طبعا السيدة تمشي في التحاليل بتاعتها والفحوصات والرحلة مع دكتور النساء. إمتى بنكتشف أن تكيسات المبايض هي السبب الأساسي لتأخر الإنجاب في الحالة دي؟ طيب الحقيقة ده سؤال مهم جدا، ويعني والحقيقة ان يعني اجابته سهلة جدا جدا. احنا دايما لما بنكشف على العيانة وبناخد منها تاريخ مرضي بنعمل لها سونار، ده حتى السونار بيبقى في العيادة كده، يعني اللي هو شبه حاجة روتينية، الاجراء الطبيعي. الحقيقة دايما بنقول برضو كلمة، مش كل اللي ركب الحصان خيال، هو يعني مش اي حد عمل السونار بقى سونوجرافر، ولكن تشخيص التكيسات بالسونار هو تشخيص سهل وسهل جدا، بيبقى له شكل كده مميز. هو طبيا حتى بنقول بوليسيستيك اوفيريان مورفولوجي وذ وان اوفري بينج سفيشنت فور دايجنوزز، مش مهم نقول المصطلح على بعضه عشان الناس ما تتوهش مننا. هو بيبقى ليه شكل مميز وشكل سهل جدا، مبيض بيبقى حجمه كبير، في بويضات صغيره على الطرف بتاع المبيض، الايكوجينيستي او الصوره بتاعت السونار بتبقى فيه زايده شويه، بتبقى فيه انكريست فوليوم وايكوجينيستي، المهم بيبقى صوره سهله جدا جدا، سهله التشخيص قدام الدكتور. يمكن اللي زي ما بيقولوا الاعمى الضرير هيعرف يشوفها كويس جدا، بس الفكره ان يبقى معاه جهاز سونار كويس عشان يقدر يشخصها بسهوله. طيب عمل شويه التحاليل والفحوصات، اشهرها طبعا اللي هي تحاليل هرمونات الذكوره وهرمونات اللي هي الغده النخاميه، غالبا هيلاقي شويه اضطرابات في الايه في الهرمونات. اشهر هرمونات بتبقى معانا زايده شويه هرمون البرولاكتين، هرمون اللبن، هرمون التي اس اتش، كتير بيبقى فيه كسل في نشاط الغده الدرقيه، كتير جدا بتبقى هرمونات الذكوره عاليه شويه، ودي ساعات بتحتاج علاج معانا في الايه في اللي هو في الشغل. في الاخر هو تشخيص هيبقى سهل جدا جدا، ولكن السؤال دايما اللي بيفرض نفسه، هل التكيسات هي لوحدها السبب؟ يعني انا شخصت تكيسات هي خلاص اللي هتحاسب على المشاريب؟ لا، العيانه كتير بيبقى عندها حاجات ثانيه. هي سبب فرعي مثلا من بالزبط. الموضوع التكيسات بتاخر الحمل بس مش بتمنع الحمل. أوكي. ده كتير جدا جدا جدا، ودي برضو حاجه عايز ابشر بيها ناس التكيسات او السيدات اللي عندهم تكيسات، مش عايز اقول بقى مرضى التكيسات، احنا كتير جدا بنشخص الموضوع ده بعد الولاده الاولى. يعني النهارده انا اتجوزت حملت يا دكتور والدنيا تمام التمام، بعد الولاده رحت خدت كونترسبشن، ركبت لوب بتاع مش عارف ايه، شلته بس انا بقى لي سنه ونص ما حملت. نكتشف الموضوع، جينا عملنا الالترا ساوند، حضرتك عندك تكيست، ايه ده؟ ده انا جالي منين؟ لا بس هي حملت الاول بصوره طبيعيه بالظبط. وده بقى بيفتح لنا دايما اللي هو الايه الباب على مصراعي، ان التكيسات ممكن بمنتهى السهوله تحمل طبيعي، وليس البرامج الاخصاب المساعد والحقن المجهري هي رقم واحد واثنين، لا دي وارد جدا جدا ربنا يكرمها وتحمل طبيعي، بس ده بقى يعني بروفايدد او على اساس ان زوجها كويس، ان تجويف الرحم والانابيب سالكين، يعني الفحوصات بتاعتها كويسه وهرموناتها سليمه. والله لو سنها صغير، تحليل زوجها كويس، عندها تجويف الرحم والانابيب كويسه وسالكه، احتمال كبير جدا 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 تو اتشيف البريجننسي، بتحمل حمل طبيعي من غير اي مشاكل خالص ولا اي صعوبات، واحتمال كبير جدا حتى الكلام ده يتم في العيادات بتاعت النساء العاديه من غير ما تلجا حتى المراكز الايه الخصوبه المتخصصه او كده. طيب يعني المشكله دي يا دكتور، يعني احنا النهارده مثلا السيده اكتشفت ان هي عندها مشكله في تكيسات المبايض،
يعني المشكله كبيره، احنا عايزين نقول ان المشكله هل كبيره ولا هل المشكله حلها سهل جدا ولا هي مشكله وبتتلم بمعنى اصح؟ يعني هي احسن كلمه حضرتك قلتيها كده، هي مشكله وبتتلم، لان هي حاجه هتتعايش معاها، هي كانها مشكله مزمنه مش حاجه مرعبه يعني خالص. هي التكيسات لازم الناس تبعد شويه عن البعبع بتاع التكيسات حاجه سهله نقدر ان احنا نتعايش معاها ونتعايش معاها بطريقه كويسه جدا. وحتى لو افترضنا ان حضرتك احتجتي في تاخر حمل عملية إخصاب مساعد أو حقن مجهري، إحنا بقت النهاردة في بروتوكولات علاجية مخصوصة لعلاج الناس اللي عندهم تكيسات. كتير جدا الناس اللي عندهم تكيسات عندهم زيادة جامدة جدا في مخزون المبيض، ما هو دايما الحاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ده يعني لا كترتها حلوة ولا قلتها حلوة. يعني إحنا كلنا عارفين الناس اللي عندها مخزون المبيض قليل واللي سنها كبير شوية وبتاع عندهم ضعف في مخزون المبيض ده بالتاكيد، وبيزعلوا قوي من الموضوع ده. لا، الناس اللي عندهم تكيسات بقى هو ده خير ربنا كتير قوي، بويضات كتيره جدا. ازاي بقى نعرف نوظف البويضات دي بصوره كويسه؟ ازاي نحسن الجوده بتاعتهم؟ احتمال كبير تحمل طبيعي. طب ما حملتش طبيعي، هي ليها برامج ثابته وبروتوكولات ثابته في عمليات الاخصاب المساعد، بحيث ان احنا نقدر نطلع منها البويضات دي وتبقى بويضات كويسه وكتيره كتيره. فبالتالي المريضه لما تيجي تعمل عمليه مش لازم تعملها مره واثنين وثلاثه، دي ممكن في مره واحده بنعلي مثلا بنعلي الفرص النجاح، ممكن تطلع 15 جنين حلو وكويس، هتزرع اثنين ويبقى عندها خمس ست محاولات. فبالتالي ما حملتش في المره الاولى الثانيه الثالثه، ساعتها بقى مش هنيجي نقول انها عملت العمليه خمس مرات، هي عملت عمليه بس كان عندها كذا ملحق، يعني كان في ملحق واحد واثنين وثلاث. فاحتمال كبير جدا جدا البريجننسي ريت بتاعت الناس ديت بتبقى كويسه قوي. فهو رساله مهمه للناس اللي عندهم تكيسات، حضرتك ممكن تحملي طبيعي؟ اه ممكن تحملي طبيعي. طب ما حصلش حمل طبيعي، ولا سيما لو في عوامل اخرى زي مثلا مشكله عند الزوج او في مشاكل اخرى لتاخر الانجاب. دايما بيبقى عندنا قاعده كده في تاخر الانجاب، ما تسيبش اثنين ريسك فاكتورز قصاد بعض، يعني مش مثلا الزوج عنده مشكله والزوجه تكيسات، احتمال كبير يتاخروا شويه، لان يوم ما يبقى عندها تبويض مش بالضروره الزوج هيبقى تحليله كويس، الحيوانات المنويه مش بالضروره توصل عشان حركتها ضعيفه او التشوهات زياده فما تخصبش يعني. ولو حصل العلاقه الزوجيه في الوقت التبويض والدنيا تمام التمام وكله كويس قوي، ده وارد جدا جدا يعني انفورشنتلي ما يحصلش اللي هو الحمل. فالنهارده الناس اللي عندها تكيسات بالفعل هيبقى عندها فرصه كويسه جدا لل حمل في عمليات الاخصاب المساعد، وما بنصحهاش عموما انها تاخروا او تاخروا قوي، لانها نسب النجاح بتاعتها بتبقى كويسه جدا جدا جدا، بس ده مش العلاج رقم واحد. احنا بقى يا دكتور ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن علاجات تانية والعلاج رقم واحد زي ما حضرتك بتقول، ولكن ده محتاج يعني وقت اكتر من كده. احنا للاسف وقتنا خلص النهارده مع حضرتك، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا النهارده، شرفتنا ونورتنا دكتور احمد كالعاده، شكرا جزيلا. كان معانا النهارده منورنا الاستاذ دكتور احمد الصواف، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب القصر العيني واستشاري الحقن المجهري بمركز مصر للخصوبه MRC. خلصت فقرتنا النهارده وخلصت حلقتنا، كنت مع حضراتكم نجيب، شكرا جزيلا، استنونا بكره حلقه جديده من صباح البركه.